وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أن القانون يعطي الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة بحسب الأحوال، مشيرين إلى أن القانون يخدم قاعدة كبيرة من المواطنين. هذا القانون من القوانين الهامة لأنه يتعلق بعدة أمور وعدة مبادئ واجب أن نسلط عليها الأضواء. وأولى هذه المبادئ أو الرسائل التي تضمنها هذا القانون في هذا المقال بالذات أنه يرسخ للاستراتيجية الوطنية التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى رئاسة الجمهورية سنة 2014 في أن نكون أمام مظلة كاملة وشاملة لضمانات للمواطن المصري في أن يحيا حياة كريمة. القانون بيحقق العديد من الأهداف المبتغاة من هذا القانون. أن احنا لما تطرقنا النهاردة في المناقشة لكل مواد القانون مشروع هذا القانون وجدنا أن من ضمن الأهداف الرئيسية اللي بيحققها هذا القانون هو بيحسن لي شبكة التأمين الاجتماعي، بيوسع لي في الدائرة، يعني هو بيعمل نوع من أنواع الكيف والكم. هو القانون النهاردة بيتناقش طبعا من امبارح والنهاردة، قانون الضمان الاجتماعي الموحد. القانون ده اللي جه في الوقت المناسب اللي بيغطي وبيحسن خدمات الشبكة الاجتماعية في مصر، بيخاطب فئات كثيرة من الشعب. كانت فيه تضارب في بعض القوانين القديمة، والقانون ده ضمهم في قانون واحد وسمي قانون الضمان الاجتماعي الموحد. قانون من أهم القوانين وقوانين الحزمة الاجتماعية لفئة مهمة من المجتمع المصري، وده بيرسخ أن الدولة المصرية حقا بتهتم بالمواطن البسيط وكل فئات المجتمع، حتى وإن كانت الدولة المصرية بتمر في بعض الأوقات بأزمات اقتصادية، وبنرسخ أن مفهوم الحماية الاجتماعية مستمر. القانون أهميته أنه هو أولا استحقاق دستوري، ثانيا أنه مهم جدا لأنه بيأتي في وقت مناسب. القانون مش ملقى في الفراغ أو مقتطع من سياقه، القانون جزء أو نقطة على طريق طويل جمهورية مصر العربية مصرة أن هي تكمله، طريق الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي.